السلام عليكم، معكم شادي عبادي من قناة ديفول شادي، وحاب اليوم أعمل زي سلسلة جديدة على قناتي اللي هي سلسلة زي نحكي فيها عن أساطير أو ميثولوجيا أو أشياء زي هيك. طبعا الفكرة جتني لهي السلسلة كانت بسبب فيديوهات الحج محمود إسماعيل اللي على يوتيوب. إذا ما بتعرف مين محمود إسماعيل فأنت راح عليك نص عمرك. المهم شفت محمود إسماعيل وعجبتني الفكرة، وبعد هيك سألت بعض الناس المتابعين إلي على يوتيوب من خلال صفحتي على الفيسبوك الشخصية، وكان في نوعا ما ممكن نحكي قبال ولكنه ضعيف ولكنه موجود. طبعا الغالبية بيحبوا الجيمينج يعني، وغلبهم تابعتونا عشان الجيمينج، بس يلا مش مهم. المهم مختصر ملحمة قلقامش، أو شو هي ملحمة قلقامش للي ما بعرف، ممكن نحكي إنها قصة بتاوي قصة ملك اسمه قلقامش حسب ما فهمت أنا، ولكنها بتاويها بأسلوب أسطوري ممكن نحكي، يعني فيها كثير خيال وكثير مغامرات وشغلات خيالية وأسطورية. وفعليا إذا بصح لك تقرأ ملحمة قلقامش فأنا بنصحك، أنا فعليا يعني مذهل كثير وفيها كمية أشياء خيالية مش طبيعية. وعشان ما نطول خلينا نخش بالقصة. طبعا أنا هخش بالأحداث على طول تمام، وإذا حدا حاب مثلا يقرأ الملحمة أو يعرف الكتاب اللي أنا قاعد بنقول منه وبقرأ منه أو عملت الملخص منه، اسم الكتاب قلقامش لفراس السواح أو الباحث فراس السواح، أنا طبعا عندي آخر نسخة تمام يعني آخر طبعة. طيب بسم الله يلا نبلش. طيب باختصار قلقامش انولد من أم عادية، إنسانة عادية، ومن إله اسم أبوه لوغان. فأجى نصه إله ونصه إنسان. عارف الكلام هسه بتحكي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، أنا عارف إنه استغفر الله العظيم بس يعني أساطير وإحنا جايين نتسلى هون والموضوع عجيب. فهسه إحنا وصلنا له إنه أبو قلقامش إله وأمه مش إله، هذا أول إشي. وطبعا لأنه قلقامش أصله أو نصه إله فكان متفوق على جميع الأجيال. وغير هكا وبعد هكا قلقامش حكم كون أبوه إله، وكان أبوه حاكم مش عارف وين، فأجا هو حكم محل أبوه. طبعا شو سوى قلقامش؟ شل أمل الناس، شل كان يقتل ويختصب يعمل كل إشي نفسه فيه قلقامش. المهم فالناس شو سووا؟ حكوا لا يا عمي إحنا بدنا حل هالموضوع. فاجتمعوا كل الناس وراحوا على مجمع الآلهة. عارف الكلام برضو متخلف مبين بس هذا اللي صار. راحوا شكوا يعني تستنى بالسونك في شغلة بتحس كأنه يعني الآلهة مش فاهم يعني مين آلهة المفروض تعرف، ما علينا من الحكي. راحوا الآلهة أو آسف راحوا الناس اجتمعوا وشكوا للآلهة هذا الكلام في مجلس الآلهة. فالآلهة بعد ما سمعوا شكوى الناس حكوا لازم نشوف حل قلقامش. فشو سووا؟ حكوا لازم نعمل ند لقلقامش عشان قلقامش يلتهي معاه ويحل عن الناس. طبعا انه بزبطش يقتلوه يعني لانه نصه اله، فاله يقتل اله زي مع انه فعليا متصايب اسطيهم بس ما علينا. خلوا اله من الهته الحياة والخلق، طبعا مش متذكر اسمها مكتوبة بالشاشة، هي المسؤولة عن عملية خلق الند لقلقامش. فكان الند هو اسمه انكيدو. طبعا كيف في خلقته؟ المفروض بحسب القصة جابت شوي من طين ياك بيدها وبعدين زتته فياكن خلق عنا انكيدو. طبعا كان انكيدو شكله يعني ايه لوك جون ومش عارف كيف، هاي صوته انا هجيب لكم اياه. المهم عاش هو مع الغزلان ومع الحيوانات، فهو اصلا متربي كوحش اللي هو انكيدو يعني، وكان دائما بالحقول يمشي يعني كيف احكي لكم اياه، هذا بني ادم مش بني ادم، هو ممكن نحكي حيوان ومع حيوانات. المهم انكيدو هذا بعد ما عملته هاي الالهة وبصاشو اللي هي الالهة الخلق صار يمشي مع الغزلان ومش عارف شو، وظل هيك يمكن صار كم سنة يعني حياة حيوان فعليا. هو فعليا كان مع الغزلان حسب النص يعني انه كان ظل معهم وبصاشو مع الحيوانات الثانية، وممكن انت بتستشعر من النص انه حتى مش فاهم هو ليش مخلوق، فاهم علي كيف؟ ما علينا من هالكلام. المهم وباحد الايام وهو ماشي طبعا مع الغزلان زي ما حكينا شافه يعني شاف انكيدو ولد صغير وهو ابن صياد. حكى لابوه القصة وحكى له بعد هيك ايش لازم نعمل يا ابوي ايش نعمل ابصر شو. ابو الولد راح على الملك وحكى له القصة هاي يعني ملك البلد يعني اللي هو فيها. فحكى له انه شفت وحش ابصر شو، هو مش غزال ولا انسان هيك اشي عملاق كبير هيك بخوف. فراح حكى للملك والملك شو سوى بعد هيك. فشو سوى قلقامش الاستاذ اللي هو طبعا الملك؟
حكى هذا الكلام لإلهة الحب والاستغفار الله العظيم والشغلات هاي. طبعا مش هقدر احكي شو هي إلهة ايش لانه حقوق ملكية وفي اطفال بيراقبوا. المهم اللي هي اسمها عشتار كأنه اللي هي إلهة الحب ومش عارف شو. قلقامش بيحكي لها إلهة الحب هاي انها تصوح تجيب له هذا البني آدم اللي هو إنكيدو. المهم هاي الإلهة هاي لما تصوح عند إنكيدو ويشوف هاي إنكيدو بتفاجئ مفاتنها. استغفر الله العظيم يا شو والله لا ينحذف الفيديو. فبنسى إنكيدو انه كان حيوان وش غاب فعليا لانه في شي غلط انت بتحسه. فبنسى يعني حياته انه غزال وكان يمشي مع الغزلان وابصى شو وبركز معها. بعد هيك بمسكها وبمسكه وبحضنها وبحضنها. طبعا هاي النص انا مانيش دخل. وبعد هيك بظل ثلاثة ايام ولياليهم مع هاي ال اظن وسط يعني شو بسوي بالثلاثة ايام. فبحكي النص انه بطل بعدها إنكيدو يقدر يوقف على رجله كثر شو اسمه. المهم بعدها هاي الما بعد ما شو اللي هي طبعا نات الحب ومش عارف شو. بعد ما إنكيدو ينشل امله يبطل يوقف عشان كان يعمل سيكو سيكو وبعد هاي القصه كلها بتبلش تحكي له عن قلقامش وبتقنعه انه هو اصلا حياته مش لازم تكون هيك مع الغزلان ومع الابصر شو لازم تكون بالمدينه ومع الحياه ومع التقدم. فبصير نفس إنكيدو يلقى قلقامش. طبعا إنكيدو بهذا النص وبهاي القصة ما بعرفش انه هو اصلا مخلوق لهذا الهدف تمام. ولا قلقامش بقى. على كل حال بعد هيك بقى الحج إنكيدو مع حال بنت وين ممكن نحكي على السوق وعلى هاي الاماكن يعني عشان يجاب اليوكل ويشرب وحتى انا بتعلمه كيف يوكل خبز وكيف يشرب ومش عارف ايش لانه فعليا عايش مع الحيوانات فمكونش عارف هاي الاشياء. المهم بتعود على المدينة ومش عارف شو. بعد هيك بروح الحج إنكيدو وهي على احتفال فلما الناس يشوفوه بكيفوا عليه وحكوا الناس كلهم مع بعض انه هو ندل قلقامش. اذا بتتذكروا باول القصه حكيت انه الناس صح اشتكوا للالهه. فالمهم بيحكوا بكيفوا بيحكوا انه هذا هو ند قلقامش. المهم بعد ما يهتفوا بعد القصص كلها وقبل ما يدخل قلقامش عتبه الباب تاع المعبد تاعه عشان يعمل طقوس صلاه العيد مش عارف شو هي بيلاقي إنكيدو وبتحداه. فبيبلش القتال بين الاثنين إنكيدو وقلقامش. المهم بدناش نخش بالطويلة بالنهاية بفوز قلقامش وبهزم خصمه اللي هو إنكيدو. وبعد هيك بمشي قلقامش وبظل مطنش لإنكيدو. فإنكيدو شو بيسوي بيناديه كلمات ممكن نحكي إنها لما كان يناديه كان يقول مثلا شكرا إلك أنت مثلا زلمة زيك يعني كان يمدح فيه كان يمدح بقلقامش. وبعد هيك الاثنين صاروا أصحاب. وبعد طبعا ما صار هيك إنه يعني قلقامش وإنكيدو صاروا أصحاب اتغير القلقامش بطل عاطل يعني زي الأول خف عن الناس وهيك يعني حل عن الناس. وفي شيء غريب صار بعدها قلقامش يفكر بموضوع الحياة والموت صار بلش يعني صار ممكن يعني كيفنا نحكيها بده يخلد حاله انه مثلا خايف يموت والناس تنساه. فشو بيسوي بيحكي لإنكيدو عن قصة انه بده يعملوا مغامرة كبيرة للخلود او انها تكون مثلا رحلة عشان يخلدوا اسمائهم. المهم قلقامش بيحكي لإنكيدو انه لازم نخلد اسمائنا. كيف يا قلقامش؟ عن طريق قتل واحد اسمه خباب وهو واحد من اخطر الشخصيات ممكن نحكي في العالم بالنسبة لعالم قلقامش. ومش هيك وبس هذا كمان محمي من اله اسمه انليل يعني مشكلة هذا الشخص. المهم بعد طبعا ما يسمع إنكيدو هذا الكلام انه قلقامش بدوح يقتل خباب هذا بدوح على الغابة ومش عارف ايش إنكيدو بخاف لانه فعليا قبل لما كان يمشي مع الغزلان زي كذا شاف اللي اسمه خباب هذا فخاف جدا انه يقتله او اشي لدرجة حتى انه النص بيحكي انه يزأ في الغابة كعاصفة الطوفان ومن فمه تندفع ألسنة اللهب وأنفاسه تجلب الموت عن مسافة بعيدة. المهم بعد المناقشة طويلة سمع إنكيدو لكلام قلقامش وحكى خلص لازم احنا الاثنين نروح لمعبد بالاول اسمه معبد نينسو للحصول على بركته. يعني بده نروح بالاول عند إلهة نينسو هاي عشان ياخذ البركة تاعيتها وكمان الاله الشمس اللي هو اله الشمس وحامج الجامش. المهم مش هذا المهم. المهم وصلوا لعند هاي الغابة ولقوا حالهم عند باب او بوابة فيها زي السحر فاتوا عليها وسببت لهم شلل مؤقت. بعدك صار انشلت حتى ايد إنكيدو منها. المهم بعدك صار يقطعوا الشجر وفجأة جاء صوت سفكت الدماء أمم زلزلت وأخرى هدمت بالسلاسل والأغلال
أجساد باتت بلا أرواح. الجن والإنس من خلف الشهوات. هذا صوت خباب. وبعد هيك فجأة ظهر لهم خباب وهاجمهم الاثنين، وكان طبعا هو المتحكم بأغلب القتال. المهم بعد القتال الطويل، إله الشمس اللي هو شمش ساعد قلقامش. فشو سوى إله الشمس طبعا عشان يساعد قلقامش؟ خلى في أنواع من الهواء والرياح ومش عارف إيش في وجه هذا خباب، فخباب بطل يقدر يتحكم بحاله وبطل يقدر يشوف كويس. المهم انكيدو وقلقامش قتلوا خباب. فبعد هيك رجع انكيدو وقلقامش لبلدهم. بعد هيك طبعا وبعد ما خلصت المغامرة هاي وكل شيء، اجت الالهة الهة الحب اللي حكينا عنها بالاول اللي هي عشتار طبعا، طلعت لقلقامش وحكت له انها بدها تتجوزه. فقلقامش ايش سوى؟ يسكت؟ لا، يمسح فيها الارض يفض. لا جد مسح فيها الارض عن جد، هاي النص شوفوا كيف مسح فيها الارض. انت شبشب وانت مش عارف ايش، تخيل معي قلقامش بشبه واحدة من اهم الالهة بانها شبشب ومش عارف ايش. طبعا هخليكم مع النص. بعد هيك شو عملت عشتار هاي؟ راحت عند ابوها اللي هو اله بعضه وحكت له لازم تعمل اشي يا ابوي عشان هذا الوضع. فابوها بكون بيحكي انسي مش قصة. فهي المهم بتظل فوق وفوق ابوها لحد بالاخر يعطيها اشي اسمه ثور السماء او ثور السماء، تمام؟ وهذا كائن وحش عملاق مهول كثير بخوف. طبعا هي بدها اياه عشان يقتل قلقامش. طيب عشتار طلبت هذا الثور تاع السماء، وبعد هيك قلقامش طبعا وانكيدو هزموه مع انه شكله بخوف وقوي. المهم مات ثور السماء. بعد هيك المهم بعد هذا الكلام تاع الاله عشتار صار زي اجتماع للالهة. في هذا الاجتماع حكوا لازم حدا يموت، يا قلقامش يا انكيدو. بس حكوا يا عمي قلقامش ما بنقدر نقتله، ليش؟ لانه يا عمي هذا نصه اله فبنقتل انكيدو. المهم انكيدو كيف بموت؟ بصيبه حمى، فبظل تعبان وبظل هيك 12 يحكي يوم او شيء زي هيك عشان يموت. وبالاخر بموت وبمسكه قلقامش وهو ميت وبيظل يعيط عليه وبيظل زعلان قلقامش، وحتى انه ما بيصدق ان انكيدو مات. كيف بيصدق؟ لما تطلع دودة من انف انكيدو. هذا هو الصاحب اللي عن جد، مش صاحبك اللي على القهوة. وبعد طبعا ما مات انكيدو وزعل قلقامش كثير عليه، وبلش يفكر بموضوع الموت وان هالحياة ما بتسوى وانا بالنهاية حموت وابصر شو. ببلش رحلة ثانية. المهمة الجديدة تعيد قلقامش طبعا بعد ما مات صاحبه صابد الخلود، انه يبحث عن واحد اسمه اوتنا بشتم. اوتنا بشتم هذا حسب القصة هو الشخص الوحيد اللي ظل عايش وهو نال الخلود، لانه في الالهة اعطته الخلود يعني انه يظل عايش ما يموت. فبصار قلقامش دور عليه. المهم قلقامش رايح عند الحاج اوتنا بشتم، بمشي جبال وبمشي وديان وبمشي اماكن يعني كثير صعبة عشان يوصل لأوتنا بشتم. بنهاية الطريق وبوصل لعند ممكن نحكي حانة او اشي زي هيك، يعني حانة يعني ممكن نحكي خمار مثلا او اشي زي هيك للناس الخالدين. طبعا هذا بدل انه في ناس خالدين ثانيين. المهم ما علينا من الطويلة. بلاقي هنا كوحدة مش عارف شو اسمها، فتاة مش عارف ايش، ما علينا من الطويلة. المهم بلاخها بتحكي تكون خايفة منه بالأول وبعدين بتفل، بعدين المهم بداخلها بتهدى وهي أصلا شخصيتها مش مهمة. هناك بنفس المكان بلاقي واحد اسمه أوشنابي. أوشنابي هذا بكون ملاح يعني صاحب سفينة. طبعا قلقامش لما يوصل هذاك المكان بلاقي انه في بحر. المهم هذا اسمه أوشنابي هذا هو بكون يشتغل كمان عند أوتنا بشتم. فبحكي له قلقامش نبدو على سيده ومش عارف شو. المهم بلاخ أوشنابي هذا بدله وبحكي له خلص من عيني قلقامش انا حوصلك لعند ستاري. المهم مالنا بالطويلة. بوصل بالنهاية الحج قلقامش لأوتنا بشتم وبحكي له كل القصة لأوتنا بشتم. بعد هيك بيسأل أوتنا بشتم طب انت ليش نلت الخلود؟ طب انا اولى، ليش الالهة معطوني انا الخلود؟ انا اولى، انا نصي نص اله ومش عارف ايش. فبيحكي له الحاج أوتنا بشتم قصته. طبعا قصته باختصار شديد انه كان الالهة بتخلص من الناس، فشو سوت؟ عملت طوفان شل امل كل الناس.
ففي واحد من الآلهة، الآلهة يعني بده ينقذ الناس، غال بدهم يقتلوهم، حكى لهذا الأجاله بالحلم لهذا اللي اسمه أنا بشتم، حكى له لازم تنقذ الناس وتعمل سفينة ومش عارف ايش. المهم أنا بشتم بيعمل السفينة هاي وبنقذ الناس وبأخذ الخلود من الإله اللي كان يساعده من مجمع الآلهة. هذا مختصر القصة، انها طويلة وهذا مختصرها. فبنقذ الناس فبتكافأ بالخلود. بعد هيك وطبعا بعد ما حكى قلت انا بشتم القصة لجلجامش وهيك، بحكي له ماشي انا حكي لك سال الخلود بس على شرط بدي اعمل لك اختبار هسه، اذا نجحت فيه ححكي لك سال الخلود. وطبعا هو اختبار المفروض حسب النص اسمه قهر الموت، يعني انه يهزم الموت. هو طبعا المفروض الموت الصغير. طب ايش هو الموت الصغير؟ اللي هو النوم. فكان لازم بس جلجامش يقعد جلسة معينة 6 أيام وليالي، ما ينام 6 أيام وحيعطي أنا بشتم الساعة تاع الخلود، بس هذا كان المطلوب. فقلقامش يبسه وبيحكي له يا زلم بس هيك لا بضل صاحي لك أسبوع سنة سنتين ثلاث عادي. اللي بضحك إنه قلقامش بعد ما حكى له أنا بشتم هذا الأشياء القصص نام على طول، نام نام جد. فشو بيسوي أنا بشتم؟ بيحكي لمراته إنه كل يوم اعملي خبزة، فبتظل ما تعمل كل يوم خبزة خبزة خبزة. فبالآخر بلاقي قلقامش لما يصحى ممكن 6 خبزات، واحد مخمج والثاني ها شوي بده يخمج وهيك إلخ. عشان طبعا ليش أنا بشتم عمل هيك؟ عشان يثبت له إنه حتى لو صحي وحكى لا أنا ما نمتش أنا نمت دقيقة أنت بتخوف علي بصير شو، فهذا كإثبات يعني. المهم بخسارة أنا بشتم بال آسف قصدي بخسارة قلقامش بالتحدي. المهم فبحكي له أنا بشتم لقلقامش خلص أنت هيك خسرت يا معلم، يلا يمشي من هذا المكان، يلا أنت ما بدي أشوف وجهك هنا. وبيحكي للملاح تاعه اللي حكينا عنه قبل شوي انه لازم يودي قلقامش راجعه لبيته. فبروح قلقامش وهو زعلان ومتحطم. فمات اوت انا بشتم اللي هي زوجته شو بتحكي؟ بتروح لقلقامش بتقول له عن سار الخلود لانها فعليا بتحزن عليه وبداش يا جع يعني فاضي. فبتحكي له شغلة عجيبة، بتحكي له انه في نبتة ما بتعمل خلود بس برجع لك شبابك. فقلقامش بفرح بالموضوع وبتحكي له وين هي، بتحكي له انها موجودة بمكان في المي. فقلقامش شو بيسوي؟ بابط برجله حجر كبير وبنزل تحت المي عشان يجيب هاي النبتة، وبعدين بيشيلها بيجيبها. بعد هيك وبعد ما يجيب النبتة قلقامش خلص بروح وبكون دوح على بيته وهو فرحان ومعاه غنيمة ومش عارف شو. فايش بيصير يحكي؟ خلص انا مش حاكل النبتة هسه، باكلها لما عجز عشان اقضي على الشيخوخة واهزم الموت. فهون بتصير المفاجأة، بروح قلقامش يتحمم وبحط النبتة على جنب. فبتيجي ايش؟ حية وبتوكل النبتة وبتبدل جلدها. وهيك قلقامش بتدمر فعليا وبزعل. فشو بصير يسوي عشان يخلد اسمه؟ بيبني سور كبيرة كثيرة او جدار كبيرة كثيرة زي تاع هجوم العمالقة عشان يخلد اسمه. وهاي هي مختصر ملحمة قلقامش. طبعا هذا المختصر طبعا انا يعني حاولت كمان احكيه بالعامي اللهجة الاردنية عشان اوصل للناس اللي عندي بالاردن. للامانة تعبت انا وانا بعملها. طبعا ما بديش يعني منك انك مثلا تحكي لي الله يعطيك العافية وزي كذا، لا بس بدي يعني احكي لي مثلا اذا عجبتك شو اكثر اشي عجبك فيها. هل انت مثلا ناوي تجيبها تقراها؟ لان انا فعليا بنصحك فيها، لان انا قلت لك هذا ملخص فانا في شغلات نطيت عنها عشان اختصر لك الموضوع. والكتاب باجع وبحكي اللي انا قرأت منه اسمه قلقامش لفاس السواح اخر طبعا انا جبت، بنصح فيها فعليا. القصة حلوة فيها، ممكن نحكي معاني حكم شغلات حلوة انه كيف الاصحاب مثلا انكيدو وقلقامش بضلوا وفيين لبعض لاخر لحظة، وكيف قلقامش بيكتشف ان الخلود مش بنبتة ولا بإشي بل انه بالاعمال ممكن نعملها. وما بعرف يعني انا بصراحة بحب ملحمة قلقامش كثير. انا عن جد نفسي اشوف شو رأيك انت بالكلام اللي انا حكيته، وهل عجبتك هذا الموضوع نعمله اكثر ولا لا، لانه فعليا في كثير اسطرة ممكن نحكي عنها. وهي مجرد تجربة بس عشان نشوف هل عجبتكم ولا لا، وانا حاس حالي حكيت كثير. طيب سلام ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.